لضيوفنا الكرام الذين جاءوا لتسليط الضوء على موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو اقتصاد التضامن الاجتماعي التعاونيات نموذجا. أهمة والرفع من التنمية الاقتصادية وإعمال مبادئ العدالة الاجتماعية للفئات الهشة. ونخصص في آخر الندوة حيزا لمداخلات. اليوم حنايا في إطار التنسيقية الإقليمية ديال التجمع الوطني الأحرار طنجة، كنعملوا واحد الندوة تحسيسية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التعاونيات نموذجا. فالاهتمام ديالنا بهذا الموضوع هو من صلب الموضوع الوطني اللي كيهتم به حزب التجمع الوطني الأحرار، باعتبار بأن النساء هم فاعلات في عملية التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية. فاحنا دائما يعني كنشتغلوا على هذا الموضوع باعتبار بأن هذه التعاونيات سوف تكون لها واحد الفعالية مستقبلا في الرفع من وتحسين وضعية النساء اقتصاديا مستقبلا. كنا بدينا واحد الملتقى في مدينة على المستوى الجهوي في مدينة القصر الكبير، ودابا كنعملوا هذه الندوة التحسيسية، مراها غايجيو واحد دورة تكوينية غتكون فيها الأولى غتكون لفائدة يعني موضوع ديال التعاونيات، وغتشمل المصاحبة ديال النساء في إنشاء هذه التعاونيات، يعني المسألة ديال المصاحبة كذلك على مستوى التسويق، على مستوى عدة مجالات كتدخل في هذا الموضوع. كاين الموضوع الثاني وهو المقاولات الذاتية، كذلك غنعملوا واحد دورات تكوينية في هذا الموضوع. فالهم ديالنا الوحيد والأوحد وهو بأننا نرفعوا من القدرة ديال النساء في خلق ذواتهن، في يعني في إنجاح ذواتهن، في فرض نفسهن إلى جانب الرجل في المجتمع. هذا النشاط الاقتصادي بروح مثل هدف أنك تصير واحد هدف للمجتمع. كل قوة هادشي كنمسو أكثر كيف تعلمي. ثلاث ساعة كنعتبروا احنا على أنه المؤسسة الداخلية في الاقتصاد الاجتماعي ثلاثة. كاين التعاونيات، كاين الجمعيات، وكاين التعاونيات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.